منتوج تاع التمور يتوزع على أكثر من 170,000 قطار على مستوى الوطن بإنتاج يضاهي 11,300,000 في 2018، ونتوقع 11,600,000 تقريبا 12 مليون قنطار، يعني قنطار تاع منتوج تاع التمور. سوف تأخذ الإجراءات لأجل توسيع والحفاظ على القيمة المضافة وتفعيلها في يعني في الموطن هنا، اللي تكون عندنا قيمة مضافة، يكون فيه شغل يعني مضاف.